واشنطن بالصحفي المختص في الشأن الأمريكي عبد الرحمن يوسف. سيد يوسف، أهلا وسهلا بك. استمعت للتقرير، يبدو أن وفدا أمريكيا سيزور المنطقة بحسب ما يقول موقع أكسيوس. ما فرص نجاح هذا الوفد الأمريكي في الدفع بالعملية التفاوضية قدما في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية؟ صفر الاحتمالات، صفر. يعني بوضوح بعد ما جرى في هذه المجزرة إسرائيل ورد الولايات المتحدة الأمريكية الضعيف، يعني رد الولايات المتحدة الأمريكية لم يدن حتى بشكل يعني شكلي أو بشكل سطحي مثلما فعلت الدول الأوروبية، ولكنه قال أنهم قلقون وأنهم سيبحثون ذلك مع الإسرائيليين وأنهم يطلبون من الإسرائيليين تقليل القتلى المدنيين. إذن هم لديهم موافقة على قتل المدنيين وينتظرون من الجلاد أو ينتظرون من المتهم أن يصدر تحقيقا فيما هو متهم فيه، وبالتالي هناك نوع من أنواع عدم، يعني بطريقة بسيطة، عدم يعني اكتراث أو عدم اهتمام أو عدم شعور بما جرى من مجزرة مروعة روعت العالم كله، لأن الردود ضعيفة والردود باردة. في هذا السياق من سيثق فيهم كطرف وسيط؟ هذه واحدة. الأمر الآخر، المجزرة كشفت أن بنيامين نتنياهو يريد أن يفجر الأوضاع ويريد أن يقوم بنوع من أنواع الإخضاع والإذلال، ليس فقط للمقاومة في غزة ولكن حتى لكل الفلسطينيين والغزاويين، ويصعد بالمجزرة بعدد القتلى بحيث يكون المساومة على ترحيل هؤلاء أو دفعهم إلى النزوح أو ترحيلهم أو ما إلى ذلك. وبالتالي أنا ظني الشخصي أن الفرص ستكون ضعيفة، خاصة أن لا أعتقد أن المفاوض الفلسطيني سيقبل بصيغة يكون فيها إذلال لأهل غزة أو فيها نوع من أنواع الإخضاع والتركيع للمقاومة وتحمي لها ما بين قوسين نتائج هذه المجزرة. نحن رأينا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أن هؤلاء يعني الذين قتلوا جاء بسبب حماس لأنهم كانوا مختبئين بينهم، ولكن رأينا رد حماس ورأينا أيضا تكذيب لعدد، لأن بأن هؤلاء 19 المعلن عنهم قد قتلوا جميعا هنا، بل هناك 2 أو 3 فيما أعلن حتى الآن، فيما تم اكتشافه حتى الآن لم يكونوا موجودين وقضوا قبل 2 أو 3. وبالتالي الرواية الإسرائيلية الكاذبة ستحاول تحميل حماس هذا الأمر قبل المفاوضات، ولا أعتقد أن حماس ستقبل أن تتلقى اتهاما كهذا لجريمة مروعة مثل هذا. وبالتالي هذه الاحتمالات جميعها تقودنا، أو هذه كل النقاط تقودنا إلى أن نجاح هذا الوفد سيكون غير كبير وسيكون صفر، ولا أعتقد أنه سيكون غير مروحة في المكان مثل ما نفعل منذ 10 أشهر. ولعلك أيضا تابعت تصريحات كامالا هاريس التي دعت إلى تجنب وقوع قتلى في صفوف المدنيين، وحملت إسرائيل المسؤولية وقالت إنها تتحمل ذلك، وتحدثت عن أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لإنجاز صفقة تبادل. الآن كامالا هاريس، سيد يوسف، لا تصرح فقط كنائبة للرئيس، وإنما هي أيضا مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة وربما تكون الرئيسة القادمة إن نجحت في هذه الانتخابات. كيف قرأت هذا التفاعل من جانب كامالا هاريس مع التطورات الأخيرة في قطاع غزة؟ هل كان في مستوى الحدث أم أن كامالا هاريس كررت المواقف الأمريكية والتي يعني كانت في كثير من الأحيان سلبية؟ هي لم تخرج عن الخط، هي داخل الإطار المرسوم في الإدارة الأمريكية للتعاطي مع الجرائم الإسرائيلية، إبداء القلق، التفاهم مع الإسرائيليين. إسرائيل مسؤولة لكنها تطور من نفسها، هذه عبارات. يعني نحن لا نحلل في الشهر الثاني سيدي الفاضل، نحن نحلل في الشهر العاشر ونقترب من الشهر 11 ربما من عام، وبالتالي كل هذه الطرق الملتوية التي هي في نهاية الأمر داخل إطار حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، إعطائها ملايين بل مليارات الدولارات سواء في صورة نقدية أو في صورة أسلحة للاستمرار فيما تفعل، هذا كله يوضح أنه لن يخرج أحد عن هذا الخط. كل ما تفعله كمالا هاريس أنها تتحدث بنسبة زائدة قليلا عن الإنسانيات وعن المساعدات الإنسانية، بحيث تبدو أنها على يسار بايدن وأنها لديها قدر من الاختلاف،
لكنها رأينا في المؤتمر الذي رفع فيه المعارضون شعارات ضد الحرب ومطالباتها بعدم منح إسرائيل أي نوع من أنواع الأسلحة، استخدمت سلاح الابتزاز. إذا فعلتم هذا سيأتي ترامب. إذن رهانهم ليس على المسائل الإنسانية أو الحق أو العدل، رهانهم هو أن البعبع ترامب موجود، فليس عليكم، ليس لديكم أي خيار إلا أن تختارونا، ويعني والحذاء فوق رؤوسكم. هي لم تقل هذا بطبيعة الحال، لكن الطريقة المزرية والطريقة التي فيها استعلاء على طلبات العرب والمسلمين وداعمي حقوق الإنسان في العالم بأنه يجب أن تختاروني أن البديل ترامب، وليس لأنني أقوم بأي جهد حقيقي لوقف هذه المجزرة، يبين أن اللغة فيها استعلاء كبير، وبالتالي هي مواقفها مغزية. وأنا شخصيا بسبب يعني عايشين منذ 10 سنوات ومتابعة الحرب بدقة منذ 10 أشهر، أقول أن مواقفها خائبة، ومغفل من يظن أن كمالا هاريس ستكون لديه أي تغيرات دراماتيكية تغير من حقيقة ما يجري في غزة، بل هي داخل الإطار المرسوم ولن تحرك عنه ساكنا. مستشار الرئيس بايدن الذي سيكون ضمن الوفد الذي تحدثنا بشأنه في بداية هذه المقابلة سيجري مباحثات في القاهرة للتوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا وأيضا معبر رفح. في حال كانت هنالك تفاهمات إيجابية مع السلطات المصرية، هل تتوقع تأثيرا إيجابيا على سير جهود الوساطة؟ لا، محور فيلادلفيا ومعبر رفح هو شأن مصري فلسطيني، وبالتالي فكرة أن يوافق الجانب المصري بغض النظر عن لا أعرف ماذا سيوافقون، لم يحركوا ساكنا على احتلال محور فيلادلفيا، يقدمون الأعذار ويدفعون عن نفسهم تهمة ليس من حق إسرائيل أن توجهها إليهم أصلا. للأسف أداء النظام المصري، وليس مصر الشعب، النظام المصري مغزي جدا في التعامل مع قضية معبر رفح ومحور فيلادلفيا. فأيا ما كانت التفاهمات التي ستصل، أولا نتنياهو سيزايد عليها وسيضع شروطه هو، وسيتم تجاهل الجانب الفلسطيني تماما، وهاتان نقطتان ستفجران الموقف أو ستفجران النقاش حول مسألة محور فيلادلفيا. الجزء الأول هو أن نتنياهو سيزايد وسيرى في سيطرة تامة عليه، ويتهم مصر طوال الوقت من أجل ابتزازها بأنها تهرب سلاح لحماس، وهذا غير صحيح بالمرة الأمر، لأن السيسي دمر الأنفاق ودمر مدينة رفح بشكل كامل. الأمر الثاني هو تجاهل الجانب الفلسطيني، لا يعني أن الموضوع سيمر، يعني إذا اتفق الجانب الإسرائيلي والجانب المصري على اتفاق مخزي للفلسطينيين، ما الذي يجبر الجانب الفلسطيني على أن يقبل هذا الاتفاق؟ وبالتالي هناك محاولة من الجانب الأمريكي لإحداث تفاهم ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، بحيث يضغط بعد ذلك الجانب المصري على الجانب الفلسطيني ويقول له أن هذا أفضل مما كان. هل سيستجيب الجانب المصري ولا سيما جانب المخابرات واللواء أحمد عبد الخالق لهذا النوع من أنواع الالتفاف؟ لا أعلم، لكن إذا قبلوا بهذا الأمر ظن الشخص أن الفلسطينيين لن يقبلوا، وهذا أيضا سيكون أداة لتفجير الاتفاق من داخله. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن يوسف الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، حدثنا عبر سكايب من واشنطن.